منك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا وسهلا بكم من جديد في سلسلة في تعليم اللغات العربية لغير الناطقين بها، الكتاب العربية بين يديك. الحمد لله، في الأسبوع الماضي كنا ندرس الوحدة الأولى التي عنوانها التحية والتعارف. قال بي سبدا من يجب بان رين نو جمبوك تي موي دال جمبوك تي موي نو كين جي ام بي كا سوا كم لن كا ناي نوم كلون اسكوال. أخذنا حوار الأول والثاني. حوار الأول كان بين خالد وخليل وبين خولة وخديجة، والحوار الثاني كان بين محمد وشريف. أنا نسيت الرجل. بين محمد وشريف وبين مريم وزينب. وكنا ندرس التعارف، التحية والتعارف. التحية هو أن نلقي السلام، السلام عليكم، ثم كنا نعرف أنفسنا ونسأل اسم الشخص أمامنا، المخاطب الذي أمامنا. قال بي ការសន្ទនាទី1និងទី2យើងរៀនអំពីការណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់ការស្វាគមន៍បាទការសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍ការជួបគ្នាដំបូងបន្ទាប់មកយើងរៀនអំពីការណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់គឺយើងណែនាំអំពីខ្លួនឯងយើងនិងសួរអំពីឈ្មោះរបស់អ្នកដទៃ fa kunna nadrus at-tahiyyatu fa naqul as-salamu alaykum hadhihi at-tahiyya awalan as-salamuعليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفكل هذه هي التحية ទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យស្វាគមន៍ទាំង3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាវាតែបើយើងគិតតាមច្បាប់តាមសុណាស់ច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានអត្តន័យនិងមានខ្លឹមសារទទួលបានប៉ះឡាទទួលបានផលបុណ្យខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជារួមគឺការស្វាគមន៍ដូចគ្នាគឺពាក្យសម្រាប់ប្រើស្វាគមន៍ Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah أو Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhفهذه هي التعارف. هذا ماذا؟ هي التحية عفوا. التحية ككا سواكم. نعم. هنا كنا ندرس أيضا التعارف. ما معنى التعارف ككا نوم كلون أشكال. فقلنا نقول اسمي.اسمي لنقول اسمي عثمان اسمي عثمان انا من كمبوديا جملة اخرى أنا كمبوديون نعم، هذا التعارف. أعرف نفسي اسمي عثمان، أنا من كمبوديا، دولتي كمبوديا، وجنسيتي أنا كمبوديون. يعني إذا كان أنا نقول أسكول كيوم شمو عثمان كيوم مبي برتاي كمبوديا كيوم جيجون جيت
កម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំមានសញ្ជាតិជាតែបើយើងប្រើនៅច្បាប់នៅផ្លូវការនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងថាសញ្ជាតិខ្មែរតែបើជារួមយើងនិយាយជាទូទៅថាសញ្ជាតិកម្ពុជាគឺជនជាតិនៅកម្ពុជា Then it's me Uthman ana min Cambodia ana Cambodian هل تستطيع ان تعرف نفسك ايها الطلاب ايها المتابعون الشباب انا اسمي محمد مثلا انا من بدل من كمبوديا نقول كمبوديا بدل نغير الى ماليزيا مثلا ماليزيا انا من ماليزيا يوم موقي برتي ماليزي انا ماليزي نبدل كمبوديا الى ماليزيون اليوم تشنجيت ماليزي هذا التعارف نعرف اعرف نفسي طيب اذا نريد ان نسال عن الاسم فماذا نقول ما اسمك បើយើងចង់សួរឈ្មោះរបស់គេយើងសួរថាយ៉ាងម៉េច masmuka wa hada كيف نقول من اين ان من اين انت اذا masmuka اسمي عثمان من اين انت أنا من كمبوديا أنا من ماليزيا أنا من تايلاند أنا من فيتنام أنا من سنغافورة إلى آخرها سؤال أنا كمبوديا ما جنسية توكا وكنا نقول ما اسمك هذا صحيح أما كونك نقرأ تقرأ ما اسمك خطأ إذن ما اسمك خطأ الصحيح ما اسمك هذا قلنا ك وأنت وك لل مذكر كيف راه سمراب بيت برو شوف بيت سري مؤنث كيف نقول مؤنث المؤنث بيت سري مؤنث نقول مسموكي السؤال الأول من أين أنت أو أنت من أين أنت علامة الاستفهام ثم سؤال آخر ما جنسيتك هذا للمؤنث إذن مؤنث نقول كي أنت وهنا كي هذه مراجعة لنتذكر الدرس الماضي في الحوار الأول الأسبوع الماضي للحوار الأول وحوار الثاني جني تكار ملك سمراب ميرين جن كار بي سابرامون داي جن رين كار سنتنية تي موي نن كار سنتنية تي بي كي جن رين أمبي كار سواكم التحية والتعارف كاسواكم نكا نانون كلون اسكوال تشن نو كنون ميرين مون جيك بان بي سواكم كو السلام عليكم هاي جيك دن تا كا شلاي مو وي كو وعليكم الجواب للتحية هو وعليكم السلام او وعليكم السلام ورحمة الله او وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلها التحية والتعارف نعرف أنفسنا وأعرف نفسي اسمي عثمان
أنا من كامبوديا خيوم موك بي برتيه كامبوديا جيم جيم آي كيرو رو برتيه داي جي برتيه ربو جيم برسن بو جيم من مين جي نيه موك بي برتيه كامبوديا تيه كي جيم آي نيجي جمو برتيه بسي بسي دي خيوم بان لك لان بان بان ماليزيا تايلاند فيتنام لاوس سنغافورة فيليبين اندونيسيا إلى آخرها أنا كامبوديون أنا كامبوديون أو نقول أنا ماليزيون خيوم جي جون جيت كامبوديا ريكا تشنجيت ماليزي هذا تعريف عن نفسي ك ناينو كلون فيوم او سكول اذا نريد ان نسال عن الاسم جيك چون سو شمو របស់ دايكو យើង ك دايكو سنتني របស់យើង جيك سو យ៉ាង ម៉េច برسن បើគាត់ជាបរោះ مذكر យើងប្រើពាក្យយើងប្រើឃ្លា مسموكا ជើងអ្នកដែលឆ្លើយគឺគាត់ឆ្លើយ اسمي អីចឹងមកمن أين أنت؟ إذا كان مذكراً، إذا كان رجلاً، نقول من أين أنت؟ فهو يقول أنا من ماليزيا مثلاً، أو أنا من تايلاند، أو أنا من فيتنام إلى آخرها. يعني حسب دولته التي جاء منها. ما جنسيتك؟ هذا للمذكر. ما جنسيتك؟ تاني من سجيت أوي. الجواب جنسيتي أو أنا كمبودي. أنا ماليزي أنا فيتنامي نضيف يبقى تايم جاني نو خانك چون يا مشددة يا دمين سبدو نو خانك چون كي أجمو تايا نسب يا ما اسمو هذه يا النسب يا النسب دبايد بكي أمبي برتي سنجيت بوجين نعم جبي جي مريد بوجين كاتي سبنامون هاي ين đối với chuyện mình mấy giờ riêng đồng pi ca xoa cúng nâng ca này nó ông khuôn ấy ở cái school nâng ca su đại cụ son thân đi rồi bao nhiêu ở pi chú muốn nâng ở pi prate rồi bao quát bakiyat kalima wahida allati uridu an udhakkirakum biha aydan wa hiya kalima aina kalima madha nam nasitu an aktub bismillah طيب نبدا بالبسم الله ان شاء الله بسم الله الرحمن كلمة أي أين هذه كلمة تستخدم للسؤال عن المكان كي براس مراب سو أم بي تي كلاي تي كلاي يوائي كدوي جي منو وطاق ركو سات أوائي بسي بسي دي يوغ جان سو أم بي تي كلاي كي ين براب بي أين مثلا قلم قلم ما معنى قلم هذا قلم هذا قلم نريد نعرف نريد نسأل أين مكان قلم فنقول أين قلم أين قلم استفهام علامة الاستفهام جن جسوا أمبي تيجلاي تا بيجنا أنا كلمة أخرى كتاب ما معنى كتاب هذا هو كتاب كتاب من نيتها بق برايتها سبحل آن ركو سبحل بوم كتاب كتاب أريد أعرف مكان كتاب كم جمع دن كلاين سبحل بوم نغنى فأقول أين أين كتاب أين كتاب ثم استفهام إذن نرجع فنقول أين كلمة تستخدم للسؤال عن ماذا عن المكان أين كيجي بيئة داكي براس مراب سو أمبي تيكر لاي نعم فانتهينا من المراجعة سندخل درس اليوم إن شاء الله ننتقل إلى درسنا اليوم الحوار الثالث درسنا اليوم هو الحوار الثالث الحوار
الحوار الثالث. ألف، أنا سأقرأ لكم إن شاء الله. الصفحة كم؟ صفحة ستة. في الصفحة ستة. المتابعون الذين معهم كتاب فليفتح الكتاب في على صفحة رقم ستة. نعم، الآن سأقرأ لكم الحوار الأول ألف، أو الحوار الثالث ألف. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. أحمد، السلام عليكم. بدر أو بدر، وعليكم السلام. أحمد، هذا أخي، هو مدرس. بدر، أهلا وسهلا. أحمد، هذا صديقي، هو مهندس. هذا صديقي، هو مهندس. الأخ، أهلا وسهلا. أحمد، مع السلامة. بدر، مع السلامة. أعيد مرة ثانية في الآن مرتين. أحمد، السلام عليكم. بدر، وعليكم السلام. أحمد، هذا أخي، هو مدرس. هو مدرس. هذا أخي، هو مدرس. بدر، أهلا وسهلا. أحمد، هذا صديقي، هو مهندس. الأخ، أهلا وسهلا. أحمد، مع السلامة. بدر، مع السلامة. هل تقرؤون معي؟ نعم أخني الآن تام كيوم بان. السلام عليكم، وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة، مع السلامة. هذا حوار الثالث ألف. ننتقل إلى حوار الثالث باء، في تحت في نهاية الصفحة. الحوار بين ندى وهدى، كلها اسم للمرأة، اسم للمؤنث. هدى، ندى، السلام عليكم. هدى، وعليكم السلام. ندى، هذه أختي، هي طبيبة. هذه أختي، هي طبيبة. هدى، أهلا وسهلا. ندى، هذه صديقتي، هي طالبة. هذه صديقتي، هي طالبة. الأخت، أهلا وسهلا. ندى، مع السلامة. هدى، مع السلامة. أعيد مرة ثانية الحوار الثالث باء. انظر واستمع وأعد. انظر، انظر، واستمع وأعد. ندى، السلام عليكم. هدى، وعليكم السلام. ندى، هذه أختي، هي طبيبة. هدى، أهلا وسهلا. ندى، هذه صديقتي، هي طالبة. هذه صديقتي، هي طالبة. الأخت، أهلا وسهلا. ندى، مع السلامة. هدى، مع السلامة. نعم، الآن تقرؤون معي. السلام عليكم، وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة، مع السلامة. الحمد لله. إذن الحوار للتعريف عن الغير،
التعريف عن الشخص الثالث جن كان صندني ربه يين يعني كن يجي أم بي كان نام براتي باي أي دايكو صندني ربه يين سقال جن كان صندني تي موي نتي بي نام خلون يين نن كاسو شمو أم بي سو أم بي دايكو صندني ربه يين نبي أقوات فكان نام خلون ربه أقوات جن جبوا كان صندني تي باي دي كن يين نام نتي باي دم باي أي دايكو صندني ربه يين سقال جي جبوا كان صندني أحمد السلام عليكم بدر وعليكم السلام هذا إذن الكلمة هنا هذا أخي هذا أخي هو بكلمة هو نعم هذا أخي ما معنى أخي أخن أخي هو شقيقي الذي ولدته أمي أخي معنى أخن يعني شقيق لي أخن لي بمعنى أنا وهو ولداني أو ابناني لأبي وأمي هذا معنى أخي شن أخي من أي تا قط جب بام أو أو في سارب في برا تموي ت أخي نن كم تا يع أي بام براي بام بي يع أي بام رك أو أو برا جن أخون أخون دا بيل جن بتهم تاو جي بام رك أو أو بام يع جن تهم تا تهم يا موي ت كي أخي كيم نن بيجول بتهم دا بيل بتيجي إن شاء الله هو مدرسون قط كي جي سسرجة رك أو جي كروب مورين أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً كي من إيتها بمعنى أهلاً وسهلاً بمعنى مرحباً نعم الأسبوع الماضي كنا ندرس مرحباً إذن أهلاً وسهلاً معناه ماذا مرحباً جن أهلاً وسهلاً من إيت سماعي جموينن مرحباً من إيتها سوم سواكم هذا صديقي صديق صديق بمعنى صاحب صديق بمعنى صاحب أو زميل نعم وصديقي بمعنى صاحبي أو زميلي هو مهندس أنا مهندس والذي الذي يبني المباني يبني البيت يبني المسجد يبني المدرسة هو مهندس مهندس معناه وسواقا مهندس معناه وسواقا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا معناه مرحبا نعم كلمه او جمله اخرى مع السلامه ما معنى مع السلامه معناه الى اللقاء الى اللقاء معنى مع السلامه معنى مع اللقاء ما معنى مع الى اللقاء الى اللقاء معناه سوم لي سن هاي ريكا باللغه الكمبوديه نقول سوم لي سن هاي ريكا معنى سوم لي سن هاي والحوار الثالث باء هنا للمؤنث سمرا بيت سري فنقول السلام عليكم جاي سكيت خين تا بيت سري نن بيت برو كا بدو بول بيت سواكم نن كا شلاي كي دوج كني من مين كا براي برول تي جنب با بتوش جي سري كا داي كو يين نو تي تا السلام عليكم برو كو يين تا السلام عليكم تدال ني يين اي بنت خين تا اخني الحوار بين ندى ندى جي شموه ربا ستري هودا كدوي كني جي شموه سمراب دا اوي كون سري جن بون بون جين ني تام دان توسنا اي جو شموه ني دا شموه كون سري رو كو خموي بون بون جين بان نا جي شموه ربا ستري السلام عليكم وعليكم السلام هذه اذن هنا كلمه اخرى هذه 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 أختي هي هو هذا هذه نعم هذه أختي نهجي بارك أون سرير بخيم هي طبيبة ما معنى طبيبة التي يعاري
يعالج المرضى في المستشفى يعمل في المستشفى قد فكان منتيبين سنقوة جي اي كي طبيبة كي نأكرو بيت ركا لو سري وجي بندد أهلا وسهلا مرحبا هذه صديقتي صديق حوار الأول صديق هو مذكر وصديقة مؤنث وصديقتي جمد بيئ ربخيم دامين بيئ جي ستري هي طالبة هي طالبة واتكو جي سهرقا جي نسد أهلا وسهلا مرحبا مع السلامة إلى اللقاء نقول إلى اللقاء أو مع السلامة هدى مع السلامة جنكا صندنيني يكون تا كان نوم نأتي بي أو دايكو صندنير بو يسكوال أي نرى هناك كلمتان هذا وهذه إذن هذا للمذكر هذا للمذكر ما معنى هذا هذا فوجي صب نيم شن أولس مراب بجاء تيجد مفرد مذكر مفرد ما معنى مذكر مفرد مفرد واحد مذكر واحد رجل واحد أي وجنة تمويت مفرد بمعنى واحد وهذه مؤنث مؤنث مفرد أيضا مؤنث مفرد بيت سري مويد كنيس سراب جنق أو تيجد تاي جي بيت سري هو ضمير يسمى ضمير للمذكر مفرد مذكر مفرد هو وهي مؤنث مؤنث مفرد هذا هذه هو هي هو جي سبنيم جي ضمير برا جموي نن برا تي باي بيت برا كي برا هو بيت سري كي برا هي يبقى برا تاكوات دوك تنين بقى برا تاكوات ركو في تام بات بيسا كماير با جي جنج جنج آج بقى برا تاكوات ركو في ركو ấy chẳng tất tam tam bờ tam pel vì liên đường k để gì chỉ muốn đường dương để gì chỉ muốn đường nào ở shop tới tám bịa để cái prau cái nông phía sạc mà giống cứ miền k bài chạy cái này quạt vì lô phải on ấy chẳng tất tam phía xa này mũi tam prophet này để dương chẳng này nuông chỉ thế huwa lil muzakkar mufrad hiya lil muannath mufrad fa idha nurid an naqul أريد أن أؤكد كم جانب تايم كاب يقول لبي هذا نن هذه سمعت جن أول تيجت نن مذكر ومؤنث فإذا نقول رجل رجل هنا مذكر أو مؤنث مذكر إذا نريد أن نقول هذا أو هذه نقول هذا 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 رجل لماذا هذا لأن هذا مذكر قلم 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 مذكر لماذا مذكر لأن قلم ليس فيها هذه حرف هذا حرف هذا مذكر إذن نقول هذا هذا قلم نعم كلمة أخرى سيارة سيارة ما معنى سيارة رجل لان يعني سيارة سيارة هنا يقول مؤنث
مؤنثن فتسري هاري بني هين تها فتسري برو مين هروهني نخان جن تا المربوطة كنا مين هروهني نخان جن بيئنا كدوي بيئ نو كو جي بيئ كي اوش موها تا جي مؤنث جي فت فتسري جي روم نا كنا مين كان ناي لك لين خلا كنا بنتا جن جي الانو جن جي جي روم سن عموم بيئ الأي كلمة فيها تا مربوطة فهي مؤنثن بيئنا دار مين تا مربوطة تي بيئ نو كو بيئ مذكر biệt nó cứ biệt cái ao đầm lại biết cái ao buồn chập bọc biết cái ao chúng ta chia chia một tất cả chập hết rồi. Ấy nên là câu xe yara phải là câu ha đây ao ha đi hi ha ha đi hi ha đi hi ni ni chia rất chân. Lý do đây ha đi hi là nên xe yara مؤنث. Nam, kalima okhra sabura سبورة ما معنى سبورة هذه سبورة هذه سبورة إذن ماذا نقول هذا أو هذه نقول هذه هذه لماذا هذه لأن سبورة مؤنث ما معنى سبورة هذه سبورة نعم الذي نكتب عليها الآن الذي نكتب هذه يسمى سبورة نعم إذن هذه فقط هل هناك سؤال؟ ما شاء الله هناك جواب هذا رجل مشاركة هذا رجل وهذه امرأة أو هذه امرأة ما شاء الله أسامة ما رأي ما قرأت التعليقات الحمد لله جميل هذا رجل وهذه امرأة هذا قلم أيضا هذا قلم نعم إذن هذا للمذكر وهذه للمؤنث الآن ننتقل إلى صفحة رقم 7 المفردات ما معنى المفردات الكلمات المفردات معناها الكلمات هنا يقول انظر واستمع واعد انظر يم مر كاي سنيا كي انظر سنيا تي 1 คือ سنيا ภายใน معناتها جو เนี่ย مر واستمع جو เนี่ย سناب سنيا ترجيه واعد نن ทا تام جو เนี่ย ทا تام الكلمه هنا مدرس اذا احذف هذه ឃើញមានខមមិនគាត់សួរថាបង្រៀនថ្ងៃណាខ្លះគឺយើងបង្រៀនថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ដូចថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកមួយថ្ងៃទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះមកដូចគ្នាណាយើងបានទៅតែអាទិត្យទី 2 ទេទៅតែថ្មីៗទេអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះសូមពរឡោះយើងបានបន្តទៅមុខទៀតរយៈពេលយូរអ៊ីនសាអល់ឡោះរហូតដល់ចប់អលកាលីម៉ាអលមូហ្វាដាតកាលីម៉ាទុលអូឡាពាក្យដំបូង مدرسن مدرسن طيب لنسأل لنطبق هذا أو هذه مدرس مذكر أو مؤنث مدرس مذكر إذن نقول ماذا نقول هذا مدرس أو هذه مدرس مدرس إذن نقول هذا مدرس إذا نريد أن نستخدم مع هذه وهو مدرس إذن هو أو هي مذكر نقول هو هذا مدرس هو مدرس جن ميه جي ساسرا جا جي لكرو بغرين ركا جن آي دي جي تاكوات كي جي لكرو بغرين نعم كلمة أخرى طالبة طالبة
هذه كلمة مذكر أو مؤنث ويكتب بي phết របស់ វា តើ វា ជា phết ប្រុស ឬ ក៏ phết ស្រី ចឹង យោង តាម ទ្រឹស្ដី ឬ ក៏ កាយដែ ដែល ខ្ញុំ បាន ជម្រាប ជូន បាញ់ មិញ ថា កាលណា មាន រស់ នេះ នៅ ខាង ចុង ពាក្យ នោះ គេ ឲ្យ តម្លៃ វា គេ ចាត់ វា ថា ជា مؤنث ជា phết ជា phết ស្រី إذن نريد أن نستخدم هذا أو هذه هذه نقول هذه 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 طالبة نكوتي سري ركوتي نسد سري ما شاء الله هنا متابع يكتبون على التعليق هذا مدرس نعم ما شاء الله انتهى بطري عندي أطماع تسام سم تسام حتى أقرأ نعم هذه طالبة هذه طالبة ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا ما معنى طالبة سهرك نسد نعم كلمة أخرى طبيبة 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 هذه طبيبة مذكر أو مؤنث مؤنث لماذا مؤنث فيه تاء المربوطة تاء مربوطة إذن نقول هذا أو هذه 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 طبيبة نكوتي نكرو بيت كلمة أخرى مهندس مهن أكتب هنا مهن مهندس مهندس مذكر أو مؤنث نعم مهندس مهندس مذكر لماذا مذكر هذا يبان لي ينتهي هنا مذكر برو أدمين ហរោះនេះនៅខាងខាង ចុង ទេ ព្រោះ អត់ មាន ហរោះនេះ នៅ ខាង ចុង ទេ អញ្ចឹង វា ជា មុសកាត إذن نقول هذا أو هذه هذا هذا نقول هذا هذا مهندس أو هو مهندس كلمة أخرى أخن 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 ما معنى أخن بون ركاب اون برو مهندس ما معنى مهندس عفوا مهندس الذي يبني المباني الذي يبني البيت مثلا الذي يبني قاسان نيسان سان بتيه نيسان سان يبني المسجد يبني المدرسه قاسان نيسان سان بتيه سان سان سلا سان سان مسجد جن قاسان كوشي ويسواكو مهندس يبقى براتها ويسواكو اخن ما معنى أخن؟ أخن أخي بون ركاب أون برا جن أخن مذكر أو مؤنث مذكر إذن نقول هذا هذا أخن نكوتي بون ركاب أون برا إذا نريد أن نستخدم مع هو أو هي هو 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 أخن هو أخن كلمة أخرى أخت هذه أخ أختن أختن هنا خاف قاعدة يخالف القاعدة لماذا لأنه لا يوجد تاء مربوطة لكن هي مؤنث جل بيا أختن يكين تخاف ترس داي بق يوم لك لان خلاه بنتي داي ساعة تبي أت بين تانا خان جون تي تبي فيه شيء phết سري شيء مؤنث جل شيء بيا داكي جنام يك تنتين فيه أختن كوني بابيتها بون ركاب أون سري جن phết بقوت ترى تاي شيء سري هاي من أي تا phết مذكر بنتي جل ين براي كيف نقول هذا أو هذه 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 أختن بيا ين براي شيء مين هو ركاب هي ين براي كي هي هي أخ هي أختن قوات ركا نيان كو جي بو ركا أون سري كلمة أخرى صديق
نعم كلمة صديق صديق ما معنى صديق صاحب صاحب ما معنى صاحب زميل زميل ما معنى زميل صديق جن صديق بمعنى مدفئ ركب مدن إذن صديق مذكر أو مؤنث صديق مذكر إذن نقول هذا أو هذه هذا 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 صديق بين براج موي هو رم هي يبقى موينا هو أو هي هو 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 صديق هو صديق كلمة أخيرة قبل لا ليس أخيرة في بعدها صديقة 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 ما معنى صديقة مذكر مبهئ بهت براو كي صديق صديقة مبهئ دمين بهت جي سري كبتاي بيجي بقى براي تا جي مت سري مين كاي يول جلام نا جن جن كم بقى براي كي يول جلام جن بقى براي ឆ្ងាយ បន្តិច ទៅ មិត្តភក្តិ ដែល មាន ភេទ ជា ស្ត្រី ណា ជា មុអាន់នាស إذن نقول هذه لماذا هذه لأن الصديقة مؤنث أو ونقول هي صديق هي صديقة គាត់ គឺ ជា មិត្តភក្តិ ភេទ ជា ស្ត្រី إذن أمسح يوم لوب أني ده ساعة تبي بني هاي روك الله يسعد بانتي نعم كلمة أخرى هذا إن هذا سهل عرفنا يكس قوار روي هاي هذا هذا គឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ចង្អុលទៅរបស់ឬក៏ទីកន្លែងឬក៏មនុស្សនៅទីចិត្តហើយភេទរបស់វាប្រើជាមួយនឹងភេទប្រុសមុទ្ធកម្មមុហ្វរ៉ាតភេទប្រុសឯកវចនៈវហាឌីហ៊ីជាសព្វនាមចង្អុលគេប្រើសម្រាប់ចង្អុលរបស់មនុស្សរបស់ឬក៏សត្វដែលនៅទីចិត្តឯកវចនៈ ភេទស្រីឯកវចនៈប្រើជាមួយនឹងភេទស្រីឯកវចនៈមួយណា Hua Nam Hua ក៏យើង បាននិយាយច្រើនមកហើយ Hua គឺជាសព្វនាមបរោះទី 3 បកប្រែថាគាត់ឬក៏វាគេប្រើជាមួយនឹងភេទប្រុសឯកវចនៈ តែ មួយ មុហ្វរ៉ាត បានថា តែ មួយ ណា អញ្ចឹង Hua Muallim គាត់ ឬក៏វា គាត់ គឺជា អីចឹង មក Muallim مدرس مهندس اي جماعة دل هي جي سب نيم ده جي غمير ده براتي باي دمير ده كي براي جمنو اي نيم نن براتي باي مين دي تاو ويه ركو قوات دوك نيه فمان ده كي براي جموي نن مؤنث مفرد پهت سري اي بجنة نصل إلى تدريبات تدريب ما معنى تدريب 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 بمعنى تمرين بمعنى تمرين ما معنى تمرين تدريب تدريب من نيتها يمج من نيتها تمرين تمرين ما برأي تها لمحات جان لمحات ما يجيب تغاني صل بين الكلمة والصورة المناسبة صل ما معنى صل بشوف اجعل الشيئين يتصل بعضهما ببعض
بعضه ببعض. صل صل بمعنى معنى هيك بتشوب كوف بتشوب تنقال يكوف بتشوب هيك بين الكلمة أو بين بيه والصورة المناسبة نن روب ثار روب هيب سام سراب تكنوني هناك صورتان لكل صورة مدرس طالبة تيجي بين بيه نن روب تيجي مرتا بيه كوف بتشوب تموي نن روب موينا صديقة صديق طبيبة مهندس هذا هذه. إذن هذا هو التمرين، هذا هو واجب أو تدريب لعلكم تشاهدون وتجيبون عليها. جنني جي لمحات سنكم تا نيت دال كبون تا توسنا كبون تا رين تن أخني آج يوت فو جي لمحات يوم بندت مر تا يوم كوف جواب بيئ موينا جي موينن روبية موينا دي سامسراب جي موينن كنين. هل هناك سؤال؟ من عنده سؤال فليسأل في التعليق. أنا من سنو قد أجل سيجي سنو نو كنون كتون كمان بان قبل أن ننهي الدرس من نن جيغ بجاب ميرين بح جيغ. نعم، من عنده سؤال إن شاء الله غدا سنواصل في التدريبات. نعم، انتهى الوقت فنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. فإلى أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، وندعو بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.